عودة المدارس بين الصحة والتعليم كانت مدار حلقة نقاش في برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأب جورج شرايحة، حيث تركز الحوار حول استعداد مدارسنا للعام الدراسي القادم، خاصة في ظل تطبيق تجربة التعلم عن بعد خلال الشهور الأخيرة التي انتشر فيها فيروس كورونا والمبادرات التربوية التي تم تطبيقها خلال فترة الجائحة. وشارك في الحديث كل من الأب وسام منصور مدير عام مدارس البطريركية اللاتينية في الأردن، والأستاذة سهير بجالي مدير عام مدارس بطريركية الروم الأرثوذكس في المملكة. فإلى هناك. أول شيء معكم نشكر ربنا على كل النعم اللي عم بعطينا إياها. أمين. وهو دائما قادر إنه من قلب الشر يحضر الخير لكنيسته ولأبنائه. أمين. الفترة الماضية اختبرنا تربويا خبرة جديدة مع الكورونا بموضوع التعلم عن بعد، وهذا اللي أجبرنا جميعا إنه نشتغل على مستوى التعليم المدمج اللي عم نحكي فيه هلا للسنة القادمة، إنه دائما يكون هذا جزء من تدريسنا، إنه التعليم عن بعد هو يصبح جزء من المنظومة التعليمية الأساسية اللي نحن بنعتمدها في مدارسنا. فالحمد لله الاستعدادات قوية وعم نجهز لهاي المرحلة الجديدة من حياتنا ومن مناهجنا التربوية اللي عم ناخدها وعم نحضرها للمستقبل. ولكن رسالتنا دائما للأهل إنه التعاون في سبيل خير أبنائهم هو أفضل شيء. يعني الفترة الماضية كسرت نوع من الحاجز التربوية الأساسية يعني اللي نحن نطبينا عليها اللي هي الصدق والأمانة. يعني الامتحانات الإلكترونية جعلت الأهل إنه مرات كثيرة يدوروا على العلامة، وبالتالي ممكن إنه نتغاضى إنه إذا ابننا اطلع على إشي أو ما كانش أمين 100% لامتحانه، كانت الأمور نتغاضى عنها، وهذا كسر أو جرح جانب تربوي موجود في حياتنا. فنحن نأكد دائما في مدارسنا الرعوية دائما إنه التربية ما قبل التعليم، فأنا بدي أربي ابني على الصدق، على الشفافية، على الأمانة تجاه امتحانه، تجاه المعلومة اللي عم بخدها، لأنه بالنهاية أنا ما بدي أحشي راسه في المعلومات في القدر، بدي أعطيه منهج حياة، بدي أساعده إنه يمشي بهالحياة بكل صدق بكل أمانة بحسب الأخلاق المسيحية اللي نحن بنعطيها في مدارسنا والأخلاق الإنسانية اللي نحن مربيها لكل طلابنا كانوا مسلمين أو مسيحيين موجودين في مدارسنا. فالرسالة اللي بحب أوجهها للأهل إنه ما نجعل هاي الظروف اللي نحن بنمر فيها خلينا نستغني عن أعمق وأصدق النواحي التربوية والأخلاقية اللي نحن بنحملها اللي هي صدقنا وشفافيتنا، خاصة في تعليم أبنائنا، ونكون أمينين إنهم يأخذوا التعليم الصحيح ويتربوا التربية الحسنة اللي دائما بترجوها من خلال مدارسنا الرعوية. مدارسنا عم بتجهز للعام الدراسي الجديد إن شاء الله بإذن ربنا إنه يكون متناسب مع كل الوضع اللي عم بتعيشه بلدنا الحبيب. طبعا احنا عم ننتظر قرارات وزارة التربية والتعليم بناء على توصيات وزارة الصحة ولجنة الأوبئة، لانه اكيد رح يكون في بروتوكول صحي يعني معين للمدارس هاي، فاحنا رح نكون مطبقين لكل شيء بيصدر من هاي الاطراف حفاظا على سلامة وصحة كل الاطراف في العملية التعليمية سواء كانوا معلمينا أو طلابتنا وأبنائنا الأحباء في مدارسنا. بالنسبة للأمور التعليمية اللي هي الأهم هلأ اللي كل العالم عم بيحكي عنها اللي هو التعليم المتمازج، طبعا لسه ما في إشي واضح، بس الصورة العامة اللي عم تتشكل عنا اللي هي دوام الثلاث أيام واليومين الأونلاين، توجيه تحضيراتنا إلها إنه عم هلأ إحنا بصدد توقيع عقد مع شركة تهيئ عنا تعليم إلكتروني متكامل،
يعني الغرفة الصفية هي غرفة تفاعلية، رح يكون الطالب مباشرة مع معلمته صوت وصورة. جميل. لأنه هذا يعني إحنا استفدنا من التجربة السابقة، كان في عليها كتير أمور انتقادات، بس إحنا السرعة اللي صارت فيها هي اللي ما سمحت لنا أنه نحضر لها بطريقة مناسبة. طبعا التعليم التفاعلي هذا عشان نضمن أنه كل طلبتنا وأحبائنا عم بيوصل إلهم المعلومة العلمية بشكل 100%، لما بيكون شايف معلمته وعم بيستمع لها وعم بيشارك معها بالغرفة الصفية حتى لو إنها عن بعد، فهي هاي لحالها كفيلة بإنه الطالب يأخذ المعلومة كما لو إنه هو موجود داخل الصف. يعني إنه كل ما بتعزز أنت المفاهيم عند الطالب بالمدرسة وبيجي ولي الأمر بيعززها في البيت، إذا خلص هون بنكون بالضبط. نعم، حتى لاحظنا جلالة الملك كمان لطلع. حتى لاحظنا جلالة الملك يعني كل اللقاءات الصحفية وضيوفه اللي استقبلهم اليومين الماضيات كان كمان الكمامي والهدول كلهم طبعا يعني رسالة قوية كانت. هو قدوة الجميع، بس للأسف يريد أنه إحنا نتقيد مثل ما هو بيتقيد بهاي الأمور. هو عم بيحاول يوصل لنا رسالة، هو وكل الجهات المعنية اللي عم تشتغل على أنه الأردن تضل بأمن ومأمن من أي لا سمح الله إيش جديد عم بينحكى فيه اللي هو الموجة الثانية لها كورونا. نعم، لإصابة فلسطين والدول صحيح. بعض الدول يعني إحنا كل المنطقة اللي حوالينا هي منطقة موبوءة، فإحنا مش بمنأة ولكن بعقلنا بتصرفاتنا بكيف إحنا مندير بلدنا ومندير حالنا داخل هاي البلد، إحنا إن شاء الله رح نعدي بإذن ربنا وما رح لا نعاني من موجة تانية وتكون أمورنا كلها تمام.